احنا الحمد لله رب العالمين مطمنين على بلدنا الحمد لله 100%. دعوات تحريض كتير جدا طول الوقت طول الفترة اللي فاتت، كل هدفهم أمننا استقرارنا احنا كشعب. وكعادتنا كل مرة بيقدر وعي المصريين يقف كل يعني ويقف ضد كل هذه المحاولات اللي بتقوم بيها جماعة الإرهاب أو الأرجوزات من الخونة والعملاء. مفيش مصري ولله الحمد، الحمد لله هم دايما بيتعاملوا معانا على إن احنا هننسى جرائمهم، لكن احنا ما بننساش، لا نسينا الجرائم ولا الغدر ولا العنف ولا الإرهاب. كمان مفيش مواطن مصري شريف بيقبل ان هو يقف ضد بلده او ينفذ مخططات جماعة الإرهاب اللي طردها المصريين بعد ما سفكت الدم، دم المصريين الغالي. رفعوا السلاح على الشعب المصري ودلوقتي جايين وطمعانين فكروا يعني ان المصريين لا قدر الله ممكن يخربوا بلدهم بايديهم بعد ما رجعت دولة بمعنى الكلمة. هم خرجوا منها والحمد لله رب العالمين خدنا بالنا وخدنا وابتدينا نبدأ خطوة جديدة. طول الوقت هما كانوا عمالين يقتلوا ويفجروا فينا واحنا بنبني بلدنا خلال الست سنين اللي فاتت. الإخوان طول عمرها وطول عمر تاريخها مليان بالخراب والدم والإرهاب. العنف عقيدة عندهم وده اللي بيكشف تطرفهم قدام العالم كله. ياريت الناس اللي هما لو شكوا ولو للحظة واحدة بس في إن جماعة الإرهاب ممكن تعمل حاجة لمصر أو للمصريين أو تحرك طفل صغير ضد بلده، لازم يتأكدوا دلوقتي من وعي وطنية المصريين، يبقوا فاهمين إن جماعة الإرهاب انتهت من حياتنا إلى الأبد بثورة 30/6 اللي خرجنا فيها بالملايين عشان نطهر مصر من الإرهاب. هما عارفين كويس جدا ان وجودهم انتهى. كل اللي بيعمله اعلام الارهاب ان هو محاولات لا هتقدم ولا هتاخر، وعلى فكره هم عارفين كده كويس. طب حد فيكم سال نفسه هم بيعملوا كده ليه؟ انا هقول لكم، هم مكملين لان هم بقوا مجرد اداه في ايد انظمه ودول بعينها داعمه للارهاب. خسروا رهانهم ان هم يحكموا مصر بالعافيه او بالقوه او الارهاب او شغل الميليشيات او ان هم يستخدموا الدين كستار لافعالهم. ده اللي احنا شفناه خلال 30/6 وما بعدها والفتره اللي حصلت، فما بقاش قدامهم باب مفتوح غير ان احنا طبعا كلهم اي خاين وعميل للوطن، فالباب الوحيد اللي مفتوح قدامه هو أبواب السجون، أو يهرب وتبقى الخيانة والعمالة هو ده مستقبله. فكان ده اختيار، يتحول لشخص مرتزقة يعمل أي حاجة عشان الفلوس، لا عشان بلد ولا عشان قضية ولا عشان موقف، لأنهم طول عمرهم بلا مبدأ. بالمناسبة هما بيسقوا ضحاياهم من الشباب، وانا بعتبر اللي بيقع في ايدين هذه الجماعات او بيحاول انه فكره يعني فكرهم يسيطر عليه هو بيتسقي سمعه وطاعه. تحس ان واحد كده شلت فتحت دماغه وشلت مخه ركنته على جنب، وده شرط من شروط وجوده في الجماعه الارهابيه عشان يرفع شعار الغايه تبرر الوسيله. الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ ميكافيلي، ودي اللي بتخليهم يرتكبوا أفظع الجرائم بحجة إن الغاية تبرر الوسيلة، اللي كتير جدا جدا ما بتكونش أقل قذارة من الوسيلة اللي بيستخدموها عشان يوصلوا للهدف. فإحنا بنودع هذه الجماعة الإرهابية للأبد لأنها مش موجودة في مصر، وبالمناسبة مش هتكون موجودة مرة تانية في مصر بأمر الشعب المصري اللي صار عليها وخلاها في مزبلة التاريخ. عايزة أقول لكم امبارح الحمد لله برضو ودعنا يوم في جماعة الإخوان الإرهابية كانت بتحاول تنشر دعوات لنشر الفوضى اللي احنا كمصريين
قياده وشعبا مش هنقبل بيها اصلا.